مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معانا. اهلا بيك يا دكتوره. النهارده معانا دكتوره حنان، مدير عام بالمركز القومي للبحوث الجنائيه والاجتماعيه. اهلا بيكي الاديبه. أهلاً الاديبه حنان، تحبي نعرفك باديبه؟ اقرب لقلبي اكتر من دكتور. دكتوره حنان، هل طموحك انك تكوني اديبه؟ وانا صغيره لا، ما كانش طموحي اكون اديبه. كان نفسي اكون. امال ايه اللي خلاكي تبقى اديبه؟ لا، كان نفسي اكون مرشده سياحيه، مترجمه، مضيفة الطيران. دي كانت طموحاتي بصراحة، لكن موضوع الكتابة والأدب جت نتيجة أن أنا كنت متذوقة للشعر وأنا صغيرة. كنت بشتري من مصروفي دواوين الشعر فاروق جويدة والشاعر العربي مانع سعيد العتابة، كنت بتبسط بيها جدا يعني. فكان عندي الحاسة أو التذوق الفني كان موجود، فمع تراكم الخبرات الحياتية حبك ابتدى للكتابة إمتى؟ من 3 سنين. ازاي بقى لقيتي نفسك عايزه تكتبي وكتبتي من 3 سنين ولا قريتي قبل كده؟ القراءه دي هوايتي، لكن البدايه الفعليه اللي امسك قلم واكتب كان من 3 سنين. دكتوره حنان، ايه العقوبات اللي قابلتك في حياتك من خلال مؤلفاتك وقصصك؟ بالنسبه للعقبات اللي قابلتني في المجتمع الادبي، هو بصراحه يعني يمكن حاجة واحدة بس، يعني في ناس كتير وقفوا جنبي وناس كتير دعموني وساندوني. العقبات في إني زي ما أي مجال فيه الكويس وفيه الوحش، هي الناس الوحشة. لكن زي أي مجال يعني، مش المجال الأدبي بس سيدنا عمر بيقول اعتزل ما يؤذيك، فاللي بيضايقني بعتزله تماما، بمسح بلوك. طيب، ما هو من وانت بتكتبي، لو كانت كتاباتك جريئة، القراء بالنسبة لك اعتبروا كتاباتك الجريئة دي ايه؟ أنا بكتب موضوعات جريئة دون ألفاظ خادشة للحياء أو حاجة تأذي القارئ. هي جريئة وواقعية؟ جريء جدا، واقعية جدا. يعني أنا قريت لحضرتك، هي جرأة في الموضوع لكن في الألفاظ لا. اللي بيتناولوا الأمور والنقاد اللي بيتناولوا الكتب بتاعتك، يعني كان تعليقهم دايما ايه؟ هم مبسوطين إن في كاتبة أنثى وجريئة، لان دايما الراجل هو اللي بيكتب موضوعات الجريئه. دكتوره حنان، الكتابه بتاعت حضرتك فيها معالجه للقضاء الاجتماعي؟ انا بشتغل مدير عام في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، وكنت بنزل ابحاث ميدانيه، فمن واقع الحياه كتبت المشكلات. طيب، من الواقع. ايه هي المشكلات نفسها اللي حضرتك كنت بتقابليها كتير ولقيتي نفسك مش قادره تتجاوزي انك ما تكتبيهاش؟ هقول لك نماذج المشكلات الاجتماعيه اللي انا تطرقت لها. تطرقت لمشكله الطلاق واثر على الابناء، تطرقت لمشكله الخيانه الزوجيه، تطرقت لمشكله عماله الابناء، الاطفال الصغار اللي بيشتغلوا، هجره غير الشرعيه، في عايز اقول كمان ايه اللي هي العلاقات غير الشرعيه بين الاخوه. دي مشاكل في المجتمع طبعا، ومشاكل طبعًا قويه طبعًا وجريئه طبعا طبعا. كتبتيها؟ دكتوره حنان، في مجموعه كتب لحضرتك هنا من تاليفك وكتاباتك، في كتاب طوق الياسمين، يا ريت حضرتك تقولي لنا يعني ليه اخترت العنوان ده، اسم والكتاب ده بيدل عن ايه، او القصه دي بتدل عن ايه؟ دي اول مجموعه قصصيه ليا، طوق الياسمين اول مجموعه قصصيه ليا، 12 سنه 2019. في الغالب هي فيها 24 قصة، اخترت أقرب قصة فيهم لقلبي طوق الياسمين، ودي بتتكلم اللي هي بطريقة بتوجع شوية على أثر الطلاق على الولاد. لو حابين أقولها لكم تحكموا بنفسكم. يا ريت توضح لنا، تلفلنا الضوء عليها. طوق الياسمين. هناك على ضفاف النيل بدا طفل في 7 من عمره، إنه خالد، وقد لطخ وجهه آثار من العناء والتعب. وبعد عمل يوم طويل كان خالد يشتري الياسمين من المشتل ويخيطه في أطواق يسير بها على كورنيش النيل بميدان التحرير. ينادي عليه الأحبة أحيانا، وأحيانا أخرى يفرض نفسه عليهم كي يكسب ما يقتات به في يومه. وذات يوم ممطر قارس البرودة اشتد عليه البرد، فذهب إلى أبيه يطلب منه أن يشتري له معطفا يحميه من المطر، لكن قابلته زوجة أبيه مقابلة سيئة للغاية وطردته قائلة اذهب لأمك فهي أولى بك. نزلت دموعه منهمرة، كاد ألا يرى طريقه من كثرة دموعه،
ركب خالي السيارة أجرة واستأذن سائقها أن يركب دون أجرة، فقبل السائق وأخذه معه ووصل إلى منزل أمه وطرق الباب وانتظر طويلا دون أن يفتح له أحد. دقائق وردت عليه إحدى الجارات بأن أمه في زيارة لأختها وستعود آخر الليل. لم يجد أمامه سوى أن ينتظرها، وطال انتظاره لساعات حتى نام على درجات السلم. وتأخر الوقت بوالدته فباتت عند أختها، ونام خالد حتى الصباح على السلم حتى تجمد الدم في شرايينه ومات. وطوقت أطواق الياسمين رأس خالد فظهر كملاك من ملائكة الجنة. ياه قصة جميلة صراحة. قولي لي ده خيالك ولا قابلتيه في الواقع؟ بيبقى فيه نسبة صغيرة من الواقع وبحطها بطريقتي. المشكلة هي بتبقى فكرة ولا فكرة ولا مشكلة حقيقية؟ في الأغلب مشكلة حقيقية بتصغيها يعني بأسلوب أدبي وحط خالد فيها شوية. خالد شخصية حقيقية ولا في أولاد كتير بنفس الحالة فعلا، فأنا أخدت نموذج منهم كده. عندك معالجة يا دكتورة في الكتابات؟ مش دور الكاتب أن يحط علاج، لكن أنا بطرح المشكلة، مش دوري أن يحط العلاج. طب وحضرتك كمدير عام للمركز القومي للبحوث؟ مدير عام بالمركز مش بالمركز. مدير عام المركز بالمركز. أيوة بتلاقوا ان في حلول للمشاكل الاجتماعيه في المجتمع المصري؟ هو طبيعه المركز ان هو بينزل الميدان وبياخد اراء الناس بالفعل في الواقع، وبيطلع بيكتب تقرير بيرفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ الامر. دكتوره حنان، في كتاب تاني لحضرتك خواطر انثى عاشقه، يا ريت تحكي لنا الضوء على هذا الكتاب. هي مجموعه خواطر او قصائد نثريه، لان هي يعني تفتقد للوزن والقافيه، لكن هي احساسها عالي وفيها صور كتيره وفيها فكره كويسه وتتسم برومانسيه. جميل ان حضرتك في وقت كتاباتك اللي فيها مشاكل اجتماعيه كتيره جدا عندك برضو حس خيالي ورومانسي وتقدري. ايوه ما شاء الله عليكي. طيب ده جانب وده جانب. نفسك بالنسبه للخمس قصص لمجموعة القصصيه والديوان ده يكونوا ايه بعد كده؟ يعني انت شايفه ان هم ممكن يبقوا ايه؟ هي كل قصه فيهم بذره لروايه او قصه كبيره، فممكن لو اتظبطت مع سيناريو كويس، سيناريست كويس، يعملها مسلسل او يعملها فيلم وتتصور تبقى رائعه، على الاقل انها مجموعات هادفه ومن واقع المجتمع. في كتاب لحضرتك تاني ماس كهربي، يعني ماس كهربائي. يا ريت تحكي لنا الضوء بقى. هي مجموعه قصصيه، دي المجموعه الثانيه سنه 2020 حديثه برضو. هي إحدى قصص عنوانها ماس كهربائي، بتحكي عن اتنين ماس كهربائي جوه قصة. ماس كهربائي حقيقي، حد يعني بينزع فيشة فاتكهرب فعلا، فكان معاه صديقته فبتهد من روعه، ونشأ ماس كهربائي من نوع آخر ونشأت بينهم علاقة لأنهم أصدقاء بس بيحبوا بعض. في كتاب لحضرتك تاني المرآة، يا ريت تحكي لنا الضوء عنه برضه. المرآة في كم المشكلات الاجتماعية المجتمعية، لو قلت لكم في قصة فيه مش عايز بس حد يبكي. لا لا لا، لو هنبكي بلاش. أغلبها فيها هي في قصص قصيرة جدا وفيها بعض الومضات. الجميلة أن أنت محتفظة بروحك الرومانسية وروحك الجميلة، وفي نفس الوقت يعني قادرة تسرد لنا الأحداث والمشاكل الاجتماعية اللي أنت بتشوفيها بعينيكي، يعني كمان مش بتتحكي لك. يعني بتقدري تفصلي بين الدكتورة حنان الشاعرة الأديبة وبين الدكتور المدير عام للمركز القومي للبحوث اللي بتنزل بنفسها. أيوة اللي بتنزل بنفسها وبتشوف المشاكل وبتسمعها وبتاخد من قلبها ومن صحتها وأكيد من يعني من أحاسيسك ومشاعرك. بس بالنسبة لجانب الكتابة، هو وحي بينزل في فترة معينة، أول ما بينزل بكتبه في ساعتها، لكن انا ما بقولش انا داخله اكتب انا مخصصه ساعتين دول للكتابه، لا. جميل. هو الوحي بينزل وقت ما بيجي بسجله في ساعتها. الكتابه غيرت فيكي ايه؟ الكتابه بتخلي الواحد بيبوح باللي ما يقدرش يتكلم بيه. تقدري تقولي لي انا يعني ان اي حد ممكن يكتب؟ هو متاح لكل انه يعبر، بس الاسلوب بيفرق مع الخبره او مع القراءات.
يعني انا اقصد عشان يبقى اسلوب ادبي. لا الكتابه تعتبر علاج نفسي؟ اكيد اكيد. تريح طبعا. دكتوره حنان بتعمل تخفيف. اخر كتاب لحضرتك اكسير الانوثه، يعني يا حضرتك اكسير الانوثه ده حكايه حكايه. يا ريت بقى تكون الضع عن الكتاب ده. ده حكايه حكايه، لان هو ده فعلا مشكلات في صميم اكسير الانوثه. بتكلم عن قضيه ختان الاناث، وان هي ازاي تكون موجوده في الوقت اللي احنا فيه دوت، لان هي ليها اثار سيئه جدا على الانثى، تحديدا اثار نفسيه واجتماعيه قد تعيق دورها كانثى. قولي لي لغايه السنه دي ولغايه النهارده في سنه 2020 انت بتشوفيها لسه بتحصل في بعض الاحياء الشعبيه وفي الصعيد وفي الريف؟ موجود. يعني لسه لغايه دلوقتي موجود. بتحصل موجود. وفي مجموعة كمان قصصية جديدة عنوانها البيت الخشبي، بس دي تحت النشر ومتقدمة بيها في مسابقة. البيت الخشبي احكي لنا عنها. البيت الخشبي بتكلم على قفص العصافير، والبيت الخشبي اللي جوه العصفور بيبات فيه، اللي جوه القفص. فأنا بسرد مشكلة اجتماعية على لسان العصافير. العصافير بتتفرج على لا انا بقول ان العصفور واحد بيرسم من خلال بيرسم لوحات، هو بيتكلم عن نفسه، فرسم نفسه عصفور زاهي الالوان، وان هو القفص باب القفص مفتوح. لا هو حر نفسه طليق الراجل اللي هو العصفور الذكر، وبيطير بره القفص وبيرجع زي ما هو عايز. العصفوره الانثى كان جوه القفص وجوه البيت الخشب ده مستنيه سيادته لما يروح ويجي براحته على سنة عصافير. فهي بتمل الانتظار، وحتى هي لدقائق معدوده اما بيدخل البيت الخشبي عشان يؤدي الواجب بتاعه زي ما يكون مفروض عليه. فهي استاءت من الانتظار بتاعه وفضلت انها تموت جوه البيت الخشبي. فهو بيقول ان هو حاسس بالندم ان هو كان بيسيء معاملتها ازاي، ان هو يا ريته ما عمل كده. الله على روحي. انت بس المراه اللي استهدفتيها في كتاباتك؟ لا، اتكلمت عن المراه، اتكلمت عن الطفل وعملت الاطفال في سن صغيره، اتكلمت عن الاطفال اللي بتتظلم من امهاتها وبيرموهم في دار الاحداث، واتكلمت عن الراجل حسب بقى. اتهموني احيانا ان بعمل تنمر على الراجل، لكن ده مش حقيقي، انا بسرد الواقع هم كده. دكتوره حنان، ايه اللي ممكن توجهيه لكل ست تبقى سعيده في بيتها؟ هي تتحلى بالصبر، لان الراجل محتاج صبر في المعامله. بتتغاضى شويه، تتغاضى عن مش كل حاجه هتقف له عليها، مش كل كلمه هترد عليها، بس لما يهدى لازم يتحاسب. السؤال بقى يخصك جدا، انت في كتابتك اتعلمتي فين وابتديتي تكتبي بالطريقه ما شاء الله الهايله الجميله دي ازاي؟ موهبه بس. هي واحده موهبه. مين دعمك؟ في ناس في البدايه وقفوا جنبي وساندوني بصراحه. في سياده المستشار محمد عمر، هو شاعر عاميه، اول واحد سمع لي وقال لي تكتبي كويس، بس السرد عندك في اللي انت بتكتبيه عالي، فحاولي تكتبي قصه. وفعلا بعد كده حاولت اكتب قصه وطلعت، ونجحت في القصه اكتر ما نجحت في القصائد النثريه. دكتوره حنان، بس حضرتك متحيزه للانثى اكتر من الراجل. طبيعي انا انثى. وبعدين فعلا الوقائع اللي حواليا، زميلاتي من العيله في مجال العمل، فعلا في ظلم كتير واقع على المراه من الراجل، فانا بسرد اللي موجود مش بفتري. بس حضرتك كده اللي انت بتتحيز الانثى كده، ده مش تنمر. ما هي مظلومه، ما لازم اقف جنبها، مظلومه. ياه. فبنقف جنب المظلوم. وقتك دلوقتي بتقدري تقسميه زي ما بين شغلك وبين الكتابه، خصوصا انك ما شاء الله كاتبه حاجات كتيره ولسه بتكتبي. هو الكتابه الهام، وقت ما بيجي بكتبه، بسيب اللي في ايدي وبكتبه، لكن هو مش بستقطع وقت معين او بيشغلني عن حاجه. لا، هو وقت ما تيجي الفكره بكتبها وبكمل شغل عادي، او بكمل لو في بيتي بكمل شغل البيت عادي، بس لما بتيجي اسيب اللي في ايدي واتفرغ ليها. تقدري تقولي لكل حد عنده موهبه انه يكتب، يبتدي ازاي؟ يكتب اللي بيجي على باله، يكتب بس، يقرا. يقرا كتير، القراءه هتخليه يحسن اللي بيكتبه. هيحاول يكتب زي السوق.
طبعا يقرا لحضرتك اكيد طبعا. مش قصدي، لا حسب هو هيكتب ايه. لو هيكتب شعر هيرجع طبعا للدواوين، سواء فصحى، عاميه، يرجع للابنودي، يرجع لامل دنقل، يرجع لصلاح جاهين، يرجع للناس الكبيره اللي بتكتب، هيتعلم كتير. ما كان هيكتب روايه برضه هيكتب، يقرا لنجم محفوظ، يقرا حسن، يقرا للرواقيين الكبار، بيشوف الدنيا بتبقى ازاي. قصه قصيره يقرا ليوسف ادريس حسب موهبته جايه ازاي، ويقرا كل ده لو عايز يعمل ثقافه عامه ويفيده بعد كده يكتب ايه اللي هيكبر عنده. اني نازعه دكتوره حنان، حضرتك بداتي من 3 سنوات. نعم. طيب لو حد عنده الموهبه دي وعايز يبتدي، يبتدي ازاي؟ يبدا يكتب، يشترك في اي نادي من نوادي الادب، هيلاقي ناس تقرا له ويصححوا له. نوادي الادب موجوده، مراكز الشباب كلها. حضرتك بداتي بكده؟ أنا في الأول الناس اللي تعرفت عليها خدموني يعني بصراحة. برضو تعرفت على الشاعر محمد علي، برضو سمع الشعر اللي بكتبه وقدمني الأول مرة على مسرح الأوبرا، كان هو بيعمل صالون شهري فقدمني فيه، قلت شعر، فدي كانت برضو بداية. أخدني معاه في الندوات بتاعته، بقيت أقدم الندوات وبتعرف على أدباء وبتعرف على شعراء. اتعرفت بعد كده على، بدأت أحضر بقى نوادي الأدب أو صالونات الأدب. حضرت في صالون ملتقى السرد العربي، حضرت في صالون الأدباء للشاعر السيد حسن، عملت بعد كده عضويات في نادي أدب قصر ثقافة الخانكة، نادي أدب الجيزة، نوادي أدب كتير اشتركت فيها فبتعلم منهم. تقدري دلوقتي تحكمي على أن ديوانك والمجموعات القصصية دي بتحمل مشاكل المجتمع في الفترة من سنة كام لسنة كام؟ لا انا مش بكتب حديث بس، انا بكتب كل المشاكل الموجوده في المجتمع. اما هو ده اللي قصدي عليه، بتحمل مشاكل المجتمع في المرحله، في مرحله مش مرتبطه بفتره يعني زمنيه، يعني جبتي من الاقدم، من جبتي من اللي قبل كده. يعني لو اتكلمنا مثلا في هنا، اقول لك الفهرس بتاعها، في قصه اسمها بوح الصامتين، دي بتتكلم عن ظاهره معينه اللي هي جدران القطارات بتشهد بالمشكلات اللي بتسمعها من الناس اللي بيحكوها لبعض. ففي انا ممكن احكي ابقى راكبه قطار او مترو، احكي لحد ما اعرفوش، بفضفض وفي نفس الوقت مش هقابله تاني، فاللي انا قلته مش هيقعد لي، كاني رميته في البحر. فعلا، وهو الجدار بس اللي احتفظ بيه بالظبط. فهي دكتوره حنان شاهد. وكلمه اخيره لو بتحب تشكري، تشكري مين حضرتك؟ اشكركم الاول على استضافتي في البرنامج ده، والله نورتينا. تسلمي، ميرسي. الحمد لله شكرتينا، انا راجل. مش بفتري، انا قلت من برصد واقع. يعني طب ما انا بكتب رومانسي، ورومانسي يعني انثى تكتب رومانسي في مين؟ للراجل. تمام، اكيد طبعا. طيب انا كتبت قصيده رومانسيه، سمعينا. نحب نختم بيها وبكلمك الجميل. في قصيده بقول يا بحر جئتك يا بحر أشكيك حالي، بس يا ريت ملخص عشان وقت الحلقة قصيرة. أحببته وعشقته ولا يدري بحالي، دنوت منه كي يحبني وما زادني قربي غير اشتعالي، لوقع صوته همسات ضجيجها بقلبي أعلى الأصوات، ولصورته لوحة فنية رائعة لمساتي، ولحضوره أوركسترا سيمفوني به أعلى المؤثرات. كيف لو أخبرته بعشقي وهو بعيد النائي، وأجابني بأني لا أخطر ببالي كما يخطر ببالي، وبأنني لا أشكل له كل الأماني، واتخذ قراره ببعدي نهائي، لا لا لن أتحمل والله هذا القرار، سأظل أعشقه في صمت وإن لم يشاركني حبي وأشواقي. لا إن شاء الله يشاركك. حضرتك دي موجهة للرجالة. شفت. نشكر حضرتك. مش مفترية يعني. أنت نورتينا جدا. لا كده غيرت الظن. الحمد لله. قبل ما أمشي خدت صورة كويس. يا رب يكون المشاهدين انبسطوا معانا، وأنتِ انبسطنا جدا مع حضرتك. وأنا سعدت بكم جدا جدا. شكرا يا دكتور. ميرسي جدا، ميرسي. ربنا يخليك. شكرا.